أشرفنا على الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2023-2024 بالمدرسة الجديدة للمجاهد عويسي علي. هذه المدرسة التي أنجزت هذه السنة، رانا احنا إن شاء الله مستمرين من أجل إنجاز هياكل أخرى سواء في المدارس الابتدائية أو المتوسطات الثانويات. نفس الشيء تم اليوم على مستوى الحاج المشري تدشين أو وضع حيز الخدمة للثانوية الجديدة بالحاج المشري، ونفس الشيء مدرسة في الجهة الشمالية من مدينة العواط كذلك تفتح اليوم، وسنواصل إن شاء الله من أجل إنجاز كل هذه الهياكل التربوية لمختلف الأطوار من أجل تخفيف الضغط على التلاميذ. أشكر. بداية نهني أنفسنا في هذا الدخول المدرسي الجديد، ونهني أنفسنا بهذا الصرح الجديد، هذا المدرسة اللي رايحة تعرف الافتتاح في هذه السنة الدراسية اللي رايحة ترفع علينا الغبن، ترفع الغبن على هذا الحي اللي كان يدرس باقي المدارس اللي موجودة في الحي، كانت تشتغل بنظام الدوامين. مع افتتاح هذه المدرسة الجديدة رايحين نعرفوا أرياحية في الدراسة بنظام الدوام الواحد. الحمد لله محلنا المدرسة هذه وسعوا علينا شوية، كانوا في اكتظاظ وكانوا على زوج أفواج، الحمد لله راهم قربوا للحي تاعهم مع السكنة تاعهم، والحمد لله فضل ربي والسلطات هذه وسعوا علينا بالمدرسة هذه.